من بين القصص أو من بين الحوادث المؤلمة بالقصف راح ناخذ جانب أو قصة من بين القصص أو 8 قصص اللي استشهدوا واللي راحوا الضحية للقصف التركي. راح نحكي على عريس، العريس اللي كتلته تركيا، 1 ضحايا القصف التركي في زاخر. لم يمضي على زواجه سوى 2 أيام. عباس علاء العوادي مهندس من بغداد تزوج مطلع هذا الأسبوع وسافر مع عروسته لقضاء بعض الوقت في إقليم كردستان، يعني راح شهر عسل. عباس تخرج من الكلية العام الماضي وتم قبوله مؤخرا لإكمال الماجستير في الهندسة. عباس مات بالقصف كتلته تركيا، هو عريس ما صار له أسبوع. مرته أو عروسته سافرت وياه، سافرة وسودة يقضون شهر عسل، لكن من رجعت كانوا صاعدين بنفس السيارة من راحوا، لكن من رجعت رجعت بطريقة تختلف عن الراحة به. رجعت هي صاعدة بالسيارة وقاعدة بالسيارة وزوجها فوق السيارة، مات. خلونا نشوف عباس.